طيب خلينا ننتقل بقى للمنتخب وحراس المرمى تحديدا، لان ده مهم قوي نتكلم فيه وحضرتك معانا. احنا اتكلمنا يمكن قبل كده عن ابو جبل وعن الشناوي والحديث عنهم يعني مطول، لكن انا برضو عايزه اروح لصبحي وعايزه اروح لجاد مثلا على سبيل المثال، وعايزه اروح لبسام. الحراس دول برضو يمكن تألقوا مؤخرا لكن يمكن محتاجين فرصه اكبر. خلينا نقيم مع حضرتك برضو كابتن ياسر اداء كل واحد فيهم. هو طبعا احنا لما نيجي نقيم الحراس عموما يعني احنا هنقول ايه اكتر الحراس دخل فيها اهداف مين واكتر الحراس اللي بس ده كل ده بقى في المذكره دي اللي جايبها لنا. ماشي مع حضرتك اهو. دايما لغه الارقام ما بتكذبش. انا بحب الستايل ده. ماشي. احنا لما نيجي نقول مثلا جاد اجد في مباريات كتيره جدا، وحارس واعد انا بعتبره من الحراس الجيدين جدا. ودخوله المنتخب ده احنا كنا متوقعينه في الحلقه اللي كنت مع حضرتك، قلت ان المفروض ان جاد وصبح يخشوا المنتخب، قلنا ده فعلا. بالتالي الحضري يعني راجل بيشتغل كويس وبيحضر وبيحضر الماتشات، هما فعلا كانوا يعني المفروض يخشوا المنتخب. لكن طلوع بسام وابو جبل المره دي المفروض كنا ندخل حد تاني مع الشناوي، يعني دلوقتي موجود في المنتخب في كاس العرب ثلاث حراس، الشناوي محمد صبحي ومحمود جاد. انا كنت اتمنى من الحضري ان هو يدخل كمان واحد من الكبار اللي هم ممكن جنش، ممكن عامر الزنفولي، اكرامي، مسعود، محمد صبحي موجود معاهم، يبقى اتنين كبار واتنين شباب على اساس ان احنا نبدا الشباب دول ياخدوا خبرات المنتخب، وجودهم مع اللعيبه الكبار يقدر يتقلوا بمعنى الكلمه بتاعت الكوره يعني يتقلوا شويه، يبقى عندنا اتنين شباب واتنين كبار، يبقى عندنا المستقبل ان شاء الله على المستوى البعيد بشكل كويس جدا. لما نبدا نتكلم على الارقام اقل حراس دخل فيها اهداف هنتكلم، يبقى عندنا رقم واحد سواميكا اللي هو عامر. طبعا هو عامر مادي اداء كويس جدا، لكن باستثناء مباراه اول امبارح طبعا الاخطاء وارده، وبنتمنى له ان هو يتجاوز الخطا بشكل كبير جدا. احنا بنتكلم في اقل الانديه دخول اهداف فيه. بدايه سيراميكا. تاني حاجه البنك الاهلي، الزنفولي كان بيلعب معايا في اسوان، حارس مرمى جيد جدا، بيجتهد بيشتغل على نفسه، ادى اداء مباراه امبارح بشكل كويس جدا ضد الزمالك، شكله كويس جدا. عندنا بيراميدز طبعا اكرامي لعب بدا المباريات وبعدين اتصاب وبعدين رجع تاني لعب من امبارح، شكله كويس جدا، اداؤه ملتزم. المصري عندنا مسعود بردك اداؤه يعني مش ثابت قوي، اتمنى من مسعود ان هو اداؤه يثبت اكتر من كده، عنده مستوى اعلى من كده بشكل كبير جدا. النادي المصري امبارح كسب، اتمنى ان دي تبقى بدايه ليهم يعني بالنسبه لمسعود. عندنا فاركو محمد صبحي شكله كويس، اداؤه كويس جدا، المباراه اربعه وعليه اربعه يعني يعني اداؤه معقول يعني بالنسبه لخمس ماتشات، يعني اقل من واحد في المباراه يعني فاداؤه كويس. بالنسبه بقى للحراس اللي دخل فيها اهداف كتيره جدا، الدخان عمرو حسام دخل فيه 14 هدف، 14 وليه 3 يعني عليه 14، ده رقم كبير قوي بصراحه. فطبعا وهم ما كسبوش ولا ماتش لحد دلوقتي، اتغلبوا الخمس ماتشات، هو كان بوسكا لعب ماتشين الاولانيين وبعدين عمرو حسام بقى له ثلاث ماتشات بيلعب. الارقام الكبيره دي بتبقى مرجعيتها بس الحارس المرمى يعني؟ لا طبعا. هل بيتحمل منفردا نتيجه او عواقب دخول 14 هدف في مرمى؟ ما نعرفش الملابسات اللي دخلوا فيها ال 14 هدف دول كانوا عاملين ازاي. هو كلام مظبوط، هو داخل فيها من اول اللاين فيرود، يبقى عندك مشكله كبيره في الدفاع مثلا. بس احنا دلوقتي بنحلل مستوى الحراس، فلازم نتكلم بالنسبه للارقام على الاهداف اللي دخلت.